والسبت القادم مباراتين غاية الأهمية، الزمالك مع المحلة والأهلي مع سيراميكا كليوباترا. شايف المباراة بالنسبة للأهلي إزاي؟ وشايف الدوري في محطاته الأخيرة بص إزاي؟ يا علو، الشهر ده هو اللي هيحدد مين بطل الدوري. نادي الزمالك له 7 مباريات، ونادي الاهلي له 8 مباريات. المباراة دجلة بكرة، لو الاهلي كسب ان شاء الله هيبقى فيه تساوي في المباريات، هيبقى فيه زي ما تقول كده ايه، كتف بكتف، اللي احنا مين اللي هيزق التاني اكتر. فبمعنى اللي انت لو حصل اي تعادل ممكن يحصل احباط لاي فرقه بيحصل معاها التعادل، كان الاهلي او كان الزمالك. مباراه بكره دجله مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، مش عاوز اقول لازم يكسبه، لان المكسب طبعا هيكون في المنافسه مع النادي الزمالك الاول والمتصدر دلوقتي. فانا شايف ان المباراه مهمه، مباراه النادي الاهلي بيحضر لها بشكل كويس، لانه كان رافض يلعب اي مباراة بعد ما تأهل المنتخب صحيح الاولمبي. صحيح، فشايف ان الامور بتبقى صعبة للنادي الاهلي، لان في لعيبة كتيرة جدا غايبة عاملة تقل للنادي الاهلي، منهم محمد الشناوي. انا شايف بنسبة كبيرة جدا محمد الشناوي حجر اساس او لاعب لا غنى عنه في تيم النادي الاهلي. انا شايف الوحيد اللي احنا نقول عليه غايب هو محمد الشناوي، يعني انا اختزل طبعا صحيح. طاهر، محمد طاهر واكرم توفيق، وكان في مين تاني فكرني، تقريبا 3 لعيبه تقريبا بس، انت بتتكلم ومحمد الشناوي. فانا هو بختزل الشناوي، كل اللعيبه دي الشناوي طاهر او اكرم. في محمد الشناوي. فانا شايف ان هتبقى مباراه صعبه، وصعوبتها ان النادي الزمالك حاطط النادي الاهلي تحت ضغط بصراحه، يعني انت لازم تكسب على اساس ان انت تكون متواجد مع نادي الزمالك بشكل كويس، اللي انت تبقى عندك 7 مباريات، والنادي الزمالك عنده 7 مباريات والاجهز والاحسن. وانا شايف ان التيمين في كفه واحده، يعني في كفتين متوازنين خالص، الاثنين فرقتين محترمين جدا. ولكن انا شايف ان الدكه هي اللي هتحدد مين بطل الدوري، اللي عنده دكه دك طبعا، اللي عنده لعيبه جاهزه، لعيبه تقدر تعمل معاه الفارق في اي وقت. انا شايف ان دي الدكه هي اللي هترجح اي فرقه من الفرقتين. شايف انه وادي دجله في وضعه الحرج والصعب في بطوله الدوري، بتتكلم انه في المركز ال17، مركز قبل الاخير ب27 نقطه، عنده فرصه في المباريات المتبقيه. هل شايف انه ممكن تبقى بدايه انطلاقه لوادي دجله من بكره، وانه ممكن يعرقل مسيره الاهلي، ولا شايف الامور هتبقى صعبه على لا، دجله؟ صعوبة ماتش الاهلي في احتياج وادي دجله للنقاط، يعني انا شايف ان وادي دجله هيقاتل على ال3 نقاط بكره، وعلى اساس ان انت شايف ان هو مهدد بالهبوط طبعا طبعا، وفي احتياج لل3 نقاط. ولكن بيقابل خصم صعب، النادي الاهلي فريق جاهز، فريق عنده روح، عنده لعيبه بتقدر تعمل معاك الفرق. ممكن اللعيبه دي انا شايف ان هي ممكن تبقى من غير مدرب ممكن تعمل الفرق، يعني اي مدرب بيبقى محظوظ جدا اللي هو بيمرن اهلي وزمالك، لان الخامه اللي موجوده في الاهلي والزمالك غير اي خامه موجوده في انديه الدوري جميعا يعني. فانا شايف ان الاداره هنا والاداره هنا بتهتم باللاعب اكتر من المدرب. وانا اعتقادي انا كتامر عبد الحميد، في اعتقادي ان اللعيب هو اللي بيحدد، يعني تجيب خامه لعيب كويس مع مدرب صاحب شخصيه يقدر يعمل لك الفارق. صحيح. دونجا يمكن هنخرج من الكورة.